لما تكون الست بتتضرب، لما تكون الست بتتهان، لما تكون الست بتتخان، لما تكون الست بتتعامل زي رجل الترابيزه، لما تكون الست شقيانه ومش متقدره، ولا قدر الله تنهي العلاقه الزواج. في ناس تقول ده خراب بيوت، والست دي خرابت بيوت ومطلقه وكذا، وهي عايزه كل الستات زيها. دي مش الحقيقه. الحقيقه انه كان هدف البرنامج وهدفي مع البرنامج هو استقرار الأسرة المصرية مع التوازن ما بين الراجل والست، مع أن الست تبقى إلى حد ما عندها نوع من التمتع بالدنيا. هي ما اتخلقتش عشان تتربط في ساقية وتفضل ماشية حواليها 24 ساعة.